السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم إلى الموجز الرياضية تحت رعاية الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نظم الاتحاد بطولة افتتاح موسم قفز الحواجز وذلك بميدان الاتحاد الرياضي العسكري وسط مشاركة نخبة من فرسان المملكة حيث تمكن الفارس أحمد منصور من تحقيق لقب المسابقة الكبرى لفئة المتقدمين وفي فئة المتقدمين المستوى الثاني تمكن الفارس عباس يوسف من تحقيق لقب المسابقة كما حقق الفارس سليم علي الفوز بمسابقة مسابقة المستوى الأول للمتقدمين وفي مسابقة فئة الناشئين المستوى الأول تمكن الفارس معيوف الرميحي من الفوز على الجميع اما في فئه الناشئين المستوى الثاني فقد حقق الفارس احمد الهاشل المركز الاول